بالرغم من صغر سنه، إلا أنه يمارس مهنة الكبار في بسطة صغيرة لبيع الليمون بأحد أسواق مدينة عتق. ترك مقعد المدرسة مبكرا لينخرط في سوق العمل لأكثر من 10 ساعات يوميا ليعيل أسرته المكونة من 5 أفراد، أصبح هو معيلهم الوحيد بعد وفاة والده. محمد مظفر ابن 13 ربيع صورة من صور المعاناة التي وصلت إليها أغلب الأسر بسبب التدهور الاقتصادي الذي أفرزته الحرب المستمرة في البلاد. جيت هنا أطلب الله على خواتي وهلاتي، يعني رجعت المدرسة عشان أطلب الله وغدا أروح لهم سرعتهم وهذا، والباقي على الله. الحمد لله إن شاء الله بيقع خير، وأنا بيقعد ما تمشي مع أخوة ولا مشي حد، ماشي لأنا أمي وخواتي الصغار بس. الطفولة هي مرحلة النمو الجسدي والفكري، الراحة واللعب والتعليم جزء أساسي منها، لكن الأوضاع المادية التي يعانيها الأطفال وأسرهم جعلت الكثير منهم ينخرطون في أعمال لا تناسب أعمارهم لأجل تأمين لقمة العيش في ظروف قاسية لا تتحملها أجسادهم الصغيرة. فالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا زادت من ظاهرة عمالة الأطفال، وفي محافظة شبوة اتسعت هذه الظاهرة بشكل لافت، وأصبح من المعتاد مشاهدة أطفال يعملون بالشوارع في أوقات الدراسة، ما دفع حقوقيين في المحافظة إلى مطالبة المنظمات والجهات المعنية بالإسهام الفاعل لحل هذه المشكلة وتخفيف آثارها. ينص القانون مادة 24 قرار 1992 أن الحدث أو هو من لم يبلغ سن 15، أما الطفل فهو إلى 18 عام، وهنا القانون يقرم ويحرم عملة الأطفال. هنا في الوضع الحالي أو في مجتمعنا في أسباب عديدة لعملة الأطفال، منها الوضع المعيشي اللي هو العيش تحت خط الفقر وأدى إلى خروج الأطفال من المدارس والعمل في الشوارع. عندنا عدة حلول في نظرنا أو من وجهة نظرنا قد تكون مساعدة لقلة أو عدم عمالة الأطفال، منها تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد، كذلك إيجاد فرص عمل للآباء والمعيل في الثروة المتوفرة الموجودة في البلاد بناء مؤسسة الدولة وغيرها. تعد مدينة عتق من أكثر مدن شبوة اكتظاظا بالسكان نظرا لأعداد النازحين القادمين إليها من مناطق الصراع، وفيها تنتشر ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير، وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على المستقبل ما لم تتم معالجة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد، شبوة.